مساء الخير يا شباب، أتمنى تكونوا بخير. معاكم دكتور مينا صفوت، وإن شاء الله هكون معاكم في شرح موديول بيزك كلينيكال إكزامينيشن. أنا مش هضيع وقت كتير في المقدمة في الأول، بس عايزكم تكونوا متأكدين إن بيزك كلينيكال إكزامينيشن دوت أهم موديول عندك في الطب، هو ده أساس مواضيع الكلينيكال كلها الجاية. يعني إحنا دلوقتي هنشرح في السيشن دي هيستوري تيكينج. هيستوري تيكينج بتاع البطنة اللي في الأول هو نفسه بتاع الجراحة، هو نفسه بتاع الأسرة، هو نفسه إن شاء الله السنين الجاية لما تاخدوا نساء وتاخدوا أطفال تاخدوا باقي المواد الكلينيكال. كل موديول أو كل مادة من دول هو الهيستوري تيكينج الأساس بتاعها. هيستوري تيكينج وإكزامينيشن اللي هو الموديول دوت هو الأساس بتاع المادة. قبل ما أبدأ شرح الموديول هتكلم بس سريع على المحتوى بتاع الموديول. في المحتوى بتاع المديول في جزء بتاع فاميلي ميديسن، دوت جزء لوحده على جنب لأنه مش ماشي في السياق مع باقي المواد، بس هو جزء مهم وهيفرق معاك كتير. سواء الانفكشن كنترول ده مهم جدا بالنسبة لك كدكتور، ازاي تحمي نفسك وازاي المريض يخليه يسمع كلامك ويمشي على الأدوية علشان يخف في الآخر، وطرق التعامل مع المريض دوت أساس مهم بس بره السكيما بتاع باقي المنهج اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. اول جزء عندنا هيستوري تيكنج، هنعرف في السيشن دي بالتفصيل ازاي تاخد هيستوري كامل من المريض وتطبيق عليه. هنتعامل مع مريض جاي يشتكي ان هو مش عارف ياخد نفسه او جاي يشتكي من وجع في صدره، ازاي ناخد منه هيستوري بالتفصيل. الجنرال سكيم او الجنرال ابروتش لمريض في الاول دوت هو دوت نفسه اللي تلاقيه موجود بعد كده في الجراحة في الليمف نود، هيستوري الليمف نود موجود في الجراحة، هيستوري سويلينج موجود في الجراحة، هيستوري بتاع ألسر. فالهيستوري تيكينج هيخدم على الناحية التانية في اللي هو كلينيكال اكزامينيشن. طيب نكمل باقي الجزء بتاع الهيستوري. في الهيستوري مثلا احنا شرحنا في الجزء دوت يعتبر بطنة في المنهج، بس ده كطب عموما سواء بطنة أو جراحة الهيستوري. اتكلمنا على البين. البين دوت اهم شكوى في الجراحه، لان مريض الجراحه جاي يشتكي من بين، سواء بين مثلا في البريست فيطلع ابسس او يطلع كانسر، بين في ابدومين يطلع كانسر، يطلع زايده، يطلع حصوه موجوده في اي حته. فهتاخد بالتفصيل البين، هيبقى في تفاصيل اكتر من اللي قلناها في الاول، يعني شويه تحابيش هنضيفها على البين علشان تفهموا اكتر، لان ده اهم شكوى خصوصا في الجراحه اكتر من البطنه كمان. وكلمتين صغيرين عن الجوندس اللي هي الصفرة وبليدنج بالريكتوم. بعد ما خلصنا الهيستوري نخش على جنرال اكزامينيشن، نفحص المريض جسمه كله من فوق لتحت حتة حتة. التفاصيل دي هتفيدك قدام في الكلينيكال، يعني مثلا مريض جاي يشتكي من ابدومينال بين، فانت بعد ما تفحص الجنرال بتاعه تفحص الجزء بتاع الابدومين اللي انت هتاخده بالتفصيل مثلا في موديول بطنه. مريض جاي يشتكي من عنده ثيرويد، جاي يشتكي من حاجه في الثيرويد، هتفحصه جنرال وبعدين تفحص اللوكال النك وبعدين تاكد الاكزامينيشن بتاع الثيرويد. الثيرويد هيبقى فيها مثلا جزء في كل موديول، يعني في جزء في كل اكزامينيشن من دول. فبالتفصيل واحنا ماشيين هنعرف الكلام ده هناك. بعد ما نخلص الهيستوري والاكزامينيشن نخش على الكلينيكال. الكلينيكال دوت مجمع الاتنين مع بعض، يعني انت خدت في الليمف نود ده عباره عن لوكال اكزامينيشن، لو موجود في الهيد هتوصفه، موجود في النك هتوصفه ازاي، ونوصل له هناك هتلاقي الدنيا سهلة. يعني الخلاصة انا عايزك اقولها في المقدمة دي عشان ابدأ شرح الهيستوري على طول ما نضيعش وقت، ان كلينيكال اكزامينيشن دوت ده مش موضوع جديد، دوت تطبيق على اللي هناخده بالتفصيل في الهيستوري واللي ناخده في الجنرال بعدها. الهيستوري دوت عبارة عن فن، ان انت عايز توصف الصورة دي لشخص تاني ما شافش الصورة قبل كده. يعني لو اعتبرنا الصورة دي هي مريض، فانت عايز تقول للدكتور او ترسم في دماغك الصورة دي. ترسمها في دماغك هتقول ايه؟ تقول ان الصورة دي فيها شجرة وفيها بيت وفيها قمر وفي نجوم وفي الوان ازرق في ابيض. فهو دي التفاصيل الهيستوري، ان انت عايز توصل في الشيت بتاعك ان اي حد يشوف الشيت يعرف الصورة دي. مثلا في مريض انت كنت قاعد معاه امبارح وعايز رأي الاستشاري، فانت بتكتب الشيت وتبعت الشيت ده للاستشاري، الاستشاري دوت يناقشه معاك عشان توصلوا للتشخيص. مجرد الاستشاري ما يبص على التقرير يعرف اه دوت مريض
بياناته كذا، سنه، بيشتغل ايه، موجود فين، لان لو في ريسك فاكتور لاي مرض بيبقى موجود في الجزئيه مثلا بتاعه بيرسونال، ده بيبقى فيه جزء ريسك فاكتور يساعد في التشخيص. بعدها الكلينيكال جاي يشتكي من ايه، يشتكي ببين، البين موجود في المنطقه الفلانيه، الكاركتر بتاعته 1 2 3 4، فعرف الكاركتر بتاعه البين، قال لك بس المريض ده مريض زايد، نقوم بقى نعمل له انفستيجيشن او نعمل له اكزامينيشن تاني على اساس الهيستوري اللي انت خدته، او لو انت كاتب له الاكزامينيشن اللي اتعمل بقى كده يخش على الانفستيجيشن على طول او يخش على تريتمنت. فالهيستوري دوت هو ده اساس الطب كله. نبدأ دلوقتي نخش على شرح الهيستوري.